سلام الأمهات، سلام إلى كل متتبعي أم أمير وهاجر للشرح المبسط. فيديو جديد في القناة ديالي، كنتمناه يلقاكم وانتم كتشاهدوه في أتم الصحة والعافية. لأول مرة كيلتحق بالقناة ديالي كنقول ليه مرحبا وألف مرحبا، فما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو مفيد إن شاء الله. فكنقول لكم راكم ما غاديش تندموا بالالتحاق بالقناة ديالي. والمتتبعين الأوفياء ديالي كنقول لكم شكرا شكرا وألف ألف شكر لكم، فبالفضل ديالكم القناة كتزيد القدام إن شاء الله. فما تنساوش لايك الفيديو، وما تنساوش بارتاجيو بارتاجيو مع الأهل والأحباب، بارطاجيو باش يتهناو الامهات. فاحنا كنعرفوا ان الامهات كيبحثوا بزاف على هاد البروجي دو كلاس ولا ديال ولا هاد المشاريع، فالامهات كيضربوا تماره باش يصايبوا مع وليداتهم هاد البروجي دو كلاس. فكنقول لكم في قناه ام امير وهجر، فانا جبت لكم او شاركت معكم هاد البروجي دو كلاس اللي الوليدات اختاروا فيه الفلاحه لاغريكولتور. فاحنا اختارينا الفلاحة، فبارتاجيتو معكم الأمهات باش إن شاء الله تاخدوا ولو فكرة بسيطة تفيدكم إن شاء الله. إذا كيف ما كتلاحظوا في الأول غادي ندير التعريف ديال لاغريكولتور. لاغريكولتور إي لا كولتور دو سول باغ ليز هومان بور لو ترانسفورمي أون ميليو دو برودكسيون دو فيجيتو أو دانيمو دوميستيك. Le but de l'agriculture est de produire de l'alimentation pour les hommes et les animaux domestiques, mais aussi des matières premières utilisées dans l'industrie. Elle fait partie du secteur primaire, c'est l'exploitation de ressources naturelles. On trouve aussi deux grandes formes d'agriculture industrielle. L'objectif est la qualité et traditionnel, l'objectif est la qualité. L'objectif est la quantité ou l'objectif est la qualité. L'agriculture consomme beaucoup d'eau, ce qui peut très vite assécher les nappes ou les rivières. Mais les exemples de gestion durable existent. L'agriculture peut aussi être une source de pollution. كتابه الوليدات كنلقى فيها شويه ديال المشكل حيت غير كتابه ديال الوليدات. عندنا هنا لاغريكولتور مودرن، كيف ما كتعرفوا عندنا لاغريكولتور مودرن الفلاحه العصريه ولاغريكولتور تراديسيونيل. فغادي نديروا عاوتاني تعريف ديال لاغريكولتور مودرن. كي سو كاركتيريز بار سون انتغراسيون فيرتيكال انسي كان شيفر دافير et une masse salariale plus semblable aux entreprises du secteur secondaire co-exploitation, co-exploitation agricole à structure familiale. Il est souvent confondu avec l'agriculture intensive ou conventionnelle qui décrit un ensemble de pratiques culturelles et non une structure d'exploitation. Les exploitations industrielles servent avant tout à sécuriser, maîtriser et maximiser l'approvisionnement en matières premières végétales d'une industrie de transformation spécifique, sucre, viande, etc. اذا هذا كان تعريف ديال الفلاحه العصريه. كيف ما كتلاحظوا رافقت لكم بصور ديال الالات اللي كتستخدم الان في الفلاحه العصريه. لاحظوا في الحصاد هاد لا موسونوز باتوز، وعندنا في الحرث اللي كيعتمدوا على تراكتور اي لي ارس المحرات وهذيك الاله ديال الحرث. رافقت لكم بهاد الصور وغادي نديروا l'agriculture moderne. غادي ندير لهم الالات المستعمله. l'agriculture moderne utilise des moyens modernes comme tracteur, ers et la moissonneuse batteuse. اذا كانوا هادو الالات المستعمله في الفلاحه العصريه او في الحصاد. كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الصور اللي رافقتها بهاد
التعريف ديال الفلاحة العصرية. إذا غادي نشوفوا فلاحة تقليدية، لاحظوا معي، أو لاغريكولتور تراديسيونيل. لاغريكولتور تراديسيونيل، لاغريكولتور تراديسيونيل est le principal modèle de production agricole de différentes sociétés à travers l'histoire. Il se caractérise par sa faible influence technologique et le soin de la nature. لاحظوا معي هذا التعريف، فلاحة تقليدية، لاحظوا معي الآلات المستخدمة هنايا، أو الثاني راه فقدت لكم بصور، لاحظوا معي قديم كانوا كيستعملوا المنجل للحصاد، كانوا كيستعملوا الدواب في الحرث، فالإنسان في القديم كان كيضرب تمارة بالمعقول، كانوا محنين مساكن كيف ما دابا، ماشي بحال دابا. التطورات، تطور الآلات مع تقدم العلم ومع التكنولوجيا، كلشي تبدل وكلشي تطور، ولكن باقي الإنسان باقي الإنسان اللي كيعتمد على هاد الآلات البسيطة لحد أو ليومنا هذا. فكل واحد كيعيش على حسب الظروف ديالو. إذن كيف ما قلت لكم، كان هذا بروجي دو كلاس خاص بالفلاحة، كنتمناه ينال الإعجاب ديالكم الأمهات الفاضلات. إلى عجبكم لا فيديو، ما تنسوش لايك الفيديو وبارتاجيوه مع الأهل والأحباب باش الكل يستافد. فأنا كأم كنلقى مشكل في هاد البروجي ديال الكلاس، باش نصيبوه مع الوليدات ديالنا، فكنتمنى تبارطاجيوه باش الأمهات ما يبقاوش مساكن يقلبوا ويبحثوا، فهذا كفكرة باش يستافد منها الجميع إن شاء الله. إذا إلى هنا كنقول لكم في أمان الله، إلى فيديو آخر إن شاء الله.